لا بتعرف الطريق ولا بتعرف حدا. يا الله وين بدها تكون راحت هالطفلة بالليل؟ الله يستر ما يصير لها شي شغلة على الطريق. أخ لو توقع بإيدي بس وقتها بتشوف شو رح ساوي فيها. ومو لحالة هربانة، في حدا طلع معه بالسيارة مساعدها. مين مهربة مين؟ مين يعني؟ واحد ما عنده تفكير مستغني عن روحه، ما له عرفان مع مين على الآن؟ مين؟ ليش هيك ساوت؟ ليش لحتى تهرب بهي الطريقة؟ وهلأ شو رح يصير لنا لأنها هربت؟ هالبنت شكلها مو سائلة علينا إذا متنا ولا لا؟ أخ من زهرة، أخ يا زهرة، بس لو توقع بين إيدي والله لا أفرم عظامة وكسرت كسير. واللي ساعد على الهرب كمان بدي أخنه، خنق رح موته اللي موته، بدي أخنه نفسه. قوموا من هون بدي روح على القصر، يلا يلا تحركوا. شوفي نحن في معنا وقت لحتى يمشي الباص، إذا بدك مننتظر هون. هون ما حدا رح يشوفنا بالمرة. وبركي من هلأ لحتى يمشي الباص حدا منهم شافنا. نحن هلأ صرنا قاطعين أصعب جزء زهرة. أنتي خلصتي من هداك القصر، ما عاد في حدا بالعالم بيقدر يرجعك لهونيك. هل عني لك يا عدنان؟ ليش ما عم ترد على التليفون؟ رد يلا. اغا في حدا لعبان بعقل البنت. زهرة ما بتعرف هيك حركات. لوين بدها تروح وكيف بدها تروح يا اغا؟ اخرتها راجعه لعنا، بدها ترجع. اذا بتكون راحت لاخر الدنيا والله اول ما توقع زهره بين ايدي راح ابعتها هالمره على جهنم الحمراء. سمعت شو عم اقول؟ هي واللي معها. تعي حبيبتي تعي. اغا الله يخليك يا اغا، نحن كتبنا الكتاب والبنت طلعت من بيتنا، يعني هلأ صار الحق كلياته عليها لحالها. هدول المساكين ما دخلوا. يا رشيد حرام زهرة ما أذت حدا فيكن. شو الذنب اللي عملته لحتى هيك يصير لها؟ ذنبها إنه ما قعدت بأدبها. بأدبها مين في؟ شو ذنبها؟ شو ذنب سليمان؟ بابا نحن ما دخلنا بنو، زهرة هي اللي غلطت، ذنبها نحن مندفعه. لا تنسي انه كل اللي صار بسببنا، وزهرة ما غلطت بشي بنوب. بدل ما تدافع عن روحنا انا وياك، شايفتك عم تدافع عن الست زهرة. شو عم دافع عنها؟ لانه ما غلطت اساسا، هذا الشي اللي كان لازم ساويه من الاول. لتكون كنت بتعرف انه زهرة كانت عم تخطط لهالشي؟ الله يخليك لا تأذوها، بوسش لك. الله يخليك لا تحرقوا لي قلبي على بنتي. الله يخليك بلا ما تاخذوا لي اياها. بدك اياها تفضحنا قدام العالم وتساوي سيرتنا على كل لسان؟ بدك نضل ساكتين شوفي اذا رجعت بدون ما حدا يدرى رح مرقها، والا من هلا بلشي حضري لجنازه بنتك، فهمانه؟ الله يخليك يا اغا، الله يخليك. الله يخليك بوس رجلك. دخيلكم لا تأذوها. أمي ابني بجهن الله اللون. خلاص أمي خلاص. خلاص خالتي ميسون مو مشكلة، اهدي شوي. تعي أمي قومي معي. أمي
خلاص خالتي بيكفي بقى، قاعدي ارتاحي. هون عزة أغا، هاي طفلة الله يخليك تساعدها، أنت بتعرف الحق، اقنعهم إنه ما يقتلوها. الله يخليك قلهم يسامحوها. بترجاك يا أغا ساعد بنتي. تكرم عينك بس اهدي شوي، بوعدك رح حاول أعمل كل جهدي، إن شاء الله رح أقدر لاقي حل هالمشكلة. والله يا أغا ما عندي حدا يساعدني غيرك، ما عندي حدا أمن له بحياتي، ما تمدي على الله وعليك ببوس إيدك. إن شاء الله خير خالتي، عن إذنكن شوي طالع أحكي مع عمي. أخي عزات، المعلمة ملك هي اللي هربتها لزهرة، وهي يلي قدرت تقنع لزهرة إنه تهرب وتروح، وبعتقد تعرف وين زهرة بتكون راحت هلأ. الله يخليك عزات، حاولت لاقيها، رجع على زهرة وإلا رح يقتلونا. خلص نيفين، أنت لا تخافي، رح حاول إلا ما لاقي شي حل. شو بدها تساوي؟ يعني لوين بدها تروح؟ يا الله تلطف فينا دخيلك يا رب. أمي لا تاكلي همها لزهرة، زهرة صارت بدين أمينة ورح تكون بخير، رح تروح على اسطنبول، والمهم إنها نفدت من هاي الجوازة. شو عرفك أنت؟ حكيت لك من قبل؟ المهم إنه هي مرتاحة وهلأ ناطرة الباص لتروح فيه. مع مين؟ مين مع لزهرة؟ راحوا هي والآنسة ملك. أنسة ملك طمنيني كيفكن؟ قولي لي شو صار معكن، شغل بالي. مناح نور، وصرنا بالكراج هلأ، مو مطول الباص ليمشي، بده حوالي 10 دقايق. كتير منيح، ديروا بالكن على حالكن ماشي، وأول ما تصيروا باسطنبول فورا خبروني، مشغول بالي كتير عليكن. طيب حبيبتي، انتي ديري بالك على حالك وكوني بخير. نور أنا ما رح أنسالك هاي الوقفة. أغا اسمح لي، أنا كمان بدي روح دور عليها، بس اسمح لي. مو ضروري، عدنان عم يلحقهم، بيعرف وين يدور. ستي عمي، خلونا نحل القصة بطريقة ودية، يعني ما في حل تاني عنا غير القتل. إذا سكتنا منكون عم نكسر كلام كبارنا وجدودنا. إذا حدا عرف بهي القصة رح يقول أغاوية بيت كيرمان وسمعتن وصيتن، كله صار ينداس تحت الرجلين. مشان هيك أنا بدي لحق حل القصة قبل ما يدرى فيها أي حدا. إذا عدنان لقاها رح تكبر المشكلة، لهيك أنا ضروري لحقه لعدنان قبل ما يلاقيها. عمي قلي مشان الله بتعرف لوين راح عدنان؟ شوفي خير، شو لك شغل هون؟ ليش جاية؟ وينه؟ وين خفيتوها؟ مين؟ انت عن شو عم تحكي؟ والله ما عندي فكرة شو قصدك. لا تكذبي علي، ولك بعرف انه انت وملك اللي خططتوا. جاوبي لشوف زهرة وين خفيتوها. والله ما بعرف شو عم تحكي. تريك عم توجعني، صدقني ما بعرف شي ابدا عن الموضوع اللي عم تحكي عنه. يلا نور احكي لشوف وينه. احكي زهرة وينه. نور؟ نور؟ نور خير، شو عم بيصير جوا عندك؟ نور افتحي الباب. نور اسمعي، إذا كنتي سألي عن حياتك وعن حياة أخوكي بتجاوبي. نور شفتك ردي علي. نور افتحي الباب. ألو
اسمع عدنان، هاي الفصعونة زهرة مع المعلمة تبعها رايحين هلأ على اسطنبول سوا. لا يحلموا يروحوا. اسمعيني منيح يا نور، إذا بتهمك حياة أخوك كتير خليكي عاقلة، واضح؟ نور افتحي الباب. خير؟ شوفي ما في شي، شغلة فاضية. بنتك جاني ما في مجال، معقول بتخاطر هيك بمهنتها بهالبساطة؟ وما فكرت أبداً شو ممكن يصير؟ مو شرط تكون هي اللي أخذتها، يمكن أصلاً مو دريانة بالقصة. لكان ليش مو مبينة؟ وليش ما عم ترد على التليفون؟ شو بدنا نسوي هلأ؟ وشلون بدنا نحميها لملك من عادات هدول المتخلفين؟ إذا عدنان لقاطة لملك مع زهرة بتعرفي إنه ممكن يقتلوهن؟ آخ يا ملك، آخ! ليش ما بتسمعي كلمتي؟ ليش جيتي على هالضيعة؟ ما عجبك بكل الدنيا تعلمي غير بهالضيعة؟ أخ! زهرة، الباص باقي له شي ربع ساعة، بتحبي تاكلي شي شغلة قبل ما نمشي؟ هاي أمي. شو الموضوع؟ شو بدها منك خالتي حنان؟ عم تقول ديروا بالكن على حالكن لأنه عدنان إجا ورانا. روقي زهرة، شو بنا؟ مو نحنا متوقعين هالشي، منعرف إنه ما رح يقعد ويحط إيده على خده. أكيد عزت رح يحاول يمنعه بشي طريقة، بس نحنا لازم ننتبه أكتر وناخد حذرنا. ما؟ طيب ماشي. هلأ بالضبط ما بعرف وين بيكون عدنان، بس بعرف إنه عم يتعذب بسبب اللي صار، مشان يحافظ على سمعة عيلتنا، ومستعد يخاطر بحياته مشانها. شو قصدك عمي؟ أنا ما بتهمني سمعة العيلة؟ أنا ما بدافع عنها يعني؟ ما بعرف عزت، ما عاد عم بعرف ولا عم أفهم شو في براسك. ما منعرف إذا معنا ولا ضدنا. أنت متغير كتير بهي الفترة. أنا مع الحق، دائماً أنا مع الحق عمي. يعني قصدك نحن على باطي؟ مو هاد يلي عم تقصده؟ أهلين ملك. عزت، أمي بعتت مسج عم تقول فيها ديروا بالكن منيح لأنه عدنان صار وراكن. طبعاً بدي روح وراكن. وينكن أنتو؟ نحن بالكراج وبعد شوي رح نركب الباص. طيب أنا جاي، لا تعملوا أي شي لحتى أوصل عندكن. عفواً عزت، بس مضطرة أسكر هلأ، بس رح خبرك شو بيصير معي. ماشي؟ شوفي عزت، مين على التليفون؟ عزت، عزت، انت هيك عم تكبر المشكلة عزت. ها؟ ليكو وصل باص اسطنبول، يلا جهزي حالك. يا الله، والله مو عارفانة شو أعمل. أنا كون مبسوطة باللي عم بيصير ولا مو مبسوطة؟ والله مو عارفانة. انبسطي زهرة، انبسطي، هلأ صرتي حرة وما عاد في حدا يأذيكي.
يلا أمشي. انت رح نتحرك، طولنا ما شوي. تانية روقي لا تخافي. شو صار معكم؟ معلم ما لقينا حدا، رجعوا دوروا. يلا يلا يلا. شو في؟ لقونا أنسة، ما رح يتركونا. يا الله شو بدنا نساوي، خايفة كتير. طولي بالك شوي لا تخافي. هاي القائمة، هات لشوف. شرف. نحن جاهزين كابتن، فينا نمشي. هدول الاسمين بأي باص طالعين؟ بهذا الباص اللي يتحرك هلأ. شو هالحظ؟ تعونا هون. يلا بسرعة اطلعوا بالسيارة، بسرعة بسرعة. ما عم تفوت براسي بالمرة. هلأ يا ترى هالفصعونة لو ما حدا ساعدها من جوات القصر كانت بتقدر تهرب؟ أكيد حدا ساعدها بفتح بواب القصر، لأنه عنا ناس حريفة بفتح القفولة ما شاء الله. العمى إذا هالحكي صاير عن جد رح أشيل عيونه التنتين بيدي هدول. خير إن شاء الله أخي، شوفي أمور. عفواً ما تواخذنا أخي، قصة عائلية، بدي شوف أختي وبنتها.
تفضلوا. شكرا. العفو. وهلا يا اخ شو رح نساوي؟ بسيطة ملك، مفكرة حتنفدي مني؟ وانا بورجيكي. اطلعوا يلا. على شوي صغيرة، الله أعلم شو كان صار لو شافونا يا أنسة ملك. وهي الله ساعدنا، مثل ما قلت لك أنا خططت لكل شيء. طيب وشو رح نعمل هلأ؟ شو رح نعمل هلأ؟ طبعاً رح نكمل مثل مو متفقين. معلم باص اسطنبول طلع من الكراجات؟ ايه من زمان طلع. من زمان طلع؟ من زمان؟ من زمان طلع. ملاك انتو طلعتوا ما هيك؟ ايه طلعنا بس مو بالباص. عدنان وجماعته لاقونا، مشان هيك اضطريت اعمل تعديل على الخطة تبعي. ملاك اسمعيني، انت وزهرة هلا بخطر، عدنان ما رح يهدى ويروق لحتى يلاقيكن ويقتلكن انتو التنتين. إذا بدنا نخاف من كل شيء ما رح نسوي شيء عزات. هلأ أميني من الحكي الفاضي اللي عم تقوليه، انتي مو عارفاني حجم الخطورة يلي واقعين فيها. على القليل خبريني هلأ وين انتم مشان اقدر اجي لعندكن وما خلي حدا يقرب منكن. بلي أدران ضل قاعد هيك عم بتفرج، احكي لأحميكن انتي وزهرة. ملك ليك رح وقف باستراحة كمان شوي، برجع بتصل فيك. سكرت مجنونة. هالمرة ما رح اسمح لهم يتمقطعوا فيكي مثل العادة، وهذا وعد مني. بدي اخنقها بايدي لهالفصعونة، واذا ما لقوها انا بروح بدور عليها. ماشي؟ ايه عدنان شو صار معكم؟ كانت حاجزة بالباص تبع اسطنبول. مع مين؟ مع المعلمة ملك. لحقته فورا للباص ووقفته على الطريق، بس ما لقيتهم فيه. شكلهم حسوا علينا قام نزلوا منه. ما تاكل هم بابا، رح القطن هلا او بعدين. طلعت ملك يلي مهربتها. هالمخلوقة باينتها مو سائلة على روحها، لهيك شو ما ساوينا فيها قليل. شفتوا انه المعلمة العبانة بعقل بنتي؟ الله اعلم شو العبانة بعقلها حتى ساوت هيك. اسمعني غانم، ملك استوطت حيط العيلة كلها وما عملت اي اعتبار لإلنا ومو خايفة من شي. اذا هيك رح فهمها مين بكون انا ومين هي عيلتنا. انا بورجيا. معناته اذا بدنا نرجع هيبة القصر وشرف العيلة ونرجع سمعتنا يلي مسحت بالارض، الحل الوحيد انه نقتل زهرة. شو ست بهية؟ انا متت ولا لساتني عايشة لحتى عم تقطعي وتلحشي من عندك؟ طبعا لا، انا مو هيك قصدي. طالما هيك الزامي حدودك لكان
ولا تحشر حالك بشغلة مالك فيها. إذا زهرة فعلا هربت لحالها، وإذا ما رجعت وصلحت غلطتها، ساعتها بتستاهل أنه تتعاقب. وشو ما كان العقاب تبعها تستاهله. أمي، معناتها نحن كمان رح نقتل؟ هذا رح يكون الحل مو؟ بدكن تعرفوا الحق على مين؟ الحق علي أنا. هي غلطتنا نحن. غلطتنا نيفين. شو ما كان العقاب تبعي أنا رضيان فيه. تعوا أوصوني، بس ما حدا منكم يقرب على أختي الصغيرة زهرة. لحظة شوي، شو عم تقول أنت ولك؟ ها؟ شو عم تقول؟ أنا هلأ عم أقول الحكي اللي كان لازم نحكى من أول يوم بالجوازة أبي. ما برضى أختي الصغيرة تدفع ثمن غلطة أنا اللي ساويتها. سليمان كان بيعرف إنه رح تهرب وما جاب سيرة لحدا. والله ضحكت على بنتي وغشيتها، وهلأ جاي بدك تورطها كمان؟ هلأ لصحي ضميرك سيد سليمان؟ لا أنا ما غشيتها لبنتك، وليك فيكي تسأليها. فكرة الهرب فكرتها، وقال إنه حل الزواج هو الهريبة. هذا الكف اللي ضربتني اياه كان لازم اكله من اول يوم بالمشكله ابي. بهي معها حق، شلون قدرت زهره تطلع هيك من القصر لحالها؟ كيف ما حدا منا اشتلق؟ معقول يعني؟ والله انا لا سمعت ولا شفت شيء. ولا انا. نجلاء حبيبتي، وانتي كمان ما حسيتي ولا شفتي شيء بالمره؟ لا والله ماما، ما شفت شي بالمرة. أنا ساعدت أمي. ليش في شي؟ أنت؟ ما فهمت عدلي شو سويت؟ خليتها تهرب، وبتمنى بحياتها ما عاد ترجع لعنا لهون على القصر. أمي مو طايق شوف خلقتها، تروح لوين ما بدها، روحها بلا رجعة. سكوت سكوت، أنت ما سويت شي، فهمت؟ ما حدا فينا سمع شي. فاطمة. نعم أختي. الله يوفقك، بدي إياكي تنسي اللي سمعتي هلأ. وأنت كمان سمعتني؟ يا ويلك إذا بتجيب هالسيرة لحدا. إيه إن شاء الله. شو صار احكي لي؟ لك شو بدي احكي لك؟ بنتك اللي مهربتها. بدي افهم بس ليش عم تساعدها لهالبنت؟ لك الشيء الغريب بالموضوع انه ملا خسرت وظيفتها كرمال زهرة. اي مو شيء بجنن. طيب وينهم هلا؟ والاغا غانم شلون دري فيهم؟ مسكن شيء على علمك؟ كانوا قاطعين تذكرتين بالبولمان اللي راح على اسطنبول. عدنان اللي عرف وينهم، بس الحمد لله كانوا نازلين من الباص. عدنان لساته لاحقهم، والزلمة ما راح يملا يمسكهم. خسرت حالها وخسرنا معها. إذا عم تتصلي فيها عم تعذبي حالك على الفاضي. بنتك قافلة التليفون.
تعبت كتير من السواقة، ما هيك أنسي؟ معلش إذا تعبنا هلأ شوي زهرة، بالمقابل رح نرتاح بقية عمرنا. امشي هلأ، خلينا نفوت ناكل شي شغلة بالمطعم، عمك عزت جاية ورانا على الطريق وبعد شوي بيوصل لعنا. خلص روقي وارتاحي. إن شاء الله. يلا تعي. لك يلا بقى يا مخلوقة خلصيني، ما كنت افهم ليش على طول بتتأخري. كنت عم حط الفطور لرفيف طول بالك. إيه شفتي شو اجانا من ورا دلاليك لزهرة؟ سكري هالباب وامشي يلا. الأمانة دائما صعبة ميسون. خطيت هالطفلة الصغيرة زهرة برقبتكن، عطي الأمانة لأصحابها، مو مجبورة تحملي هالحمل. لك متأخرة وعم تحكي مع هالمجنونة، خلصينا يلا. الجنون اللي عم تعملوه هلأ، خلصي حالك من هالحمل اللي عكتافك ميسون. عم أحكي معك يلا. يا آغا، رحنا عم نضوع وقتنا على الفاضي، على الأغلب بيكونوا راحوا من طريق تانية لأنه حسوا علينا، هيك مستحيل نلاقيهم. سدني عاك، شو رأيك تعلمني شو لازم ساوي؟ لا استغفر الله يا آغا. آغا، ليك سيارة المعلمة ملك واقفة قدام الاستراحة. إيه هيك ها؟ وأخيرا لقطناهم. سيارة عدنان آغا، شو بدنا نعمل هلأ؟ تعي تعي لسه ما شافونا، تعي. أهلين ملك خانم، وين بدك تروحي هلأ؟ اسمع أنت وياه، بتفتلوا الاستراحة كلها وما بترجعوا بلاهن. يلا ألو. نعم عزات. مرحبا، أنا خالتك حنان. عرفت شي خبر عن ملك وزهرة؟ أهلين خالتي، إيه حكيت معها على التليفون وأنا هلأ على الطريق رايح لعندهم. لا تشغلي بالك انت. كتير منيح انك رايح لعندهم. ليك عزات الله يوفقك خالتي، بس تصل لعندهم دغري خبرني لانه بالي كتير مشغول. تكرمي خالتي، اول ما اوصل لعندهم خلي ملك تقلك فورا. طيب تكرم عينك. لك اخ منك يا ملك، يعني ما صار الا وسويت الشي اللي براسك. شبك حاسب مو زبطة جايتنا هيك لعند الجماعة، يعني حلوة هلأ نجي نخانقهم ببيتهم عند الصبح؟ لا يعني عادي بنتهم تخطفها لزهرة وتورطنا بهالمشاكل، وإذا أجينا نحاسبهم بنكون عم نتجائر ونخانقهم ببيتهم للجماعة. لا تطلعي لي خلق من على الصبح، لا تخليني أندم على الساعة اللي جبتك فيها معي. حنان خانم، ملك خطفت بنتي زهرة وعرضت حياتها للخطر، وبأي لحظة الأغوات بيقرروا يقتلوها. ما رح يقتلوها لحالها، رح يقتلوا ابني الوحيد معها. فإذا بتعرفي وينهم احكي بسرعة. شو سيد رشيد بفهم من حكيك إنك عم بتحددني؟ والله فهميها مثل ما بدك. ليك إذا بيطلع بإيدك تساوي شي لا تقصر، أنت مو شاغل بالك إلا ابنك الوحيد وآخر همك زهرة شو رح يعملوا فيها. أنت لشو بدك تصلي من هالحكي؟ أنت مفكرني غبية ما؟ إن شاء الله مفكر إنه بألعيبك الوسخة هي رح اسكت وطنش على السيرة. ولازم تعرف هاي البنت اللي خطفتها ملك مو بنتك.
وهي هلا مو عارفانه شو القصه، لانه هي خاطفه بنتها. زهرة بتكون بنتها لملك. شو عم تحكي؟ انت عن جد جنيتي؟ اول شي تعلم كيف تحترم حالك لما تحكي معي رشيد افندي. زهرة حفيدتي، عم تفهموا؟ وانا متأكدة من هالحكي. مو صحيح حكيك، انت عن جد جني. لما اخذتك ما ورجيتك البنت؟ ما حفيدتك هاي ولا لا؟ اهلين اغا. ايه رشيد وينك؟ ترك كل شي من ايدك وتعال عندي على القصر. حاضر اغا، جاي فورا. امشي. روح انت، انا هلأ بجي وراك. ليكي واصلة معي لراس مناخيري، امشي قدامي وخلصيني. ما سمعت شو قالت لك ولا طنشت؟ سمعت منيح. ماشي، نتواجه يا خانم. فوتي ميسون. تفضلي عدي ارتاحي. حنان خانم، الله يخليكي، أنا ما عاد أحسن أتحمل هالتقل بقلبي أكتر من هيك. صحي زهرة بنت لملك، بس والله مثل بنتي وأكتر. دخيلكن ساعدوها، والله ما عاد أقدر أتحمل. زهرة بنتك أو حفيدتي يلي عم تقولي مثل بنتك، مو أنت بعتيها ميسون خانم؟ شو هالأمومة هي؟ أه؟ لو إنها مثل بنتك مثل ما عم تحكي هيك بتعملي فيها؟ الله يشهد على حكي، إني حاولت كتير بس والله ما قدرت خلي رشيد يسمعني. رغم هالشي كان فيكي تمنعيه، بس انتي ما حاولتي. انتو بعتوها بالرغم من عمرها الصغير، بعتوها للزواج. حطي حالك محلي يا حنان خانم، ابني الوحيد من جهة ومن الجهة التانية زهرة. ايه، وطبعا انتي اخترتي ابنك الوحيد، والسبب باختيارك هو الأمومة. مزبوط ميسون؟ مو الأمومة اللي خلتك تعملي هيك؟ ماما شوفي عيون امك قوليلي، انتي لما جوزتي انتي وبابا قديش كان عمرك وقتها؟ وقتها كنت فايتة بال16. انتي كمان ابوك جوزك غصبا عنك مثل ابي هلا. كنا 5 بالبيت، وقتها ما كان معنا مصاري، ابي جوزني مشان يخفف مصروف. انتي كنتي بوقتها بدك تتجوزي ولا مانك رضيانة؟ أنا عرفانة، حتى لو ما صارت قصة المبادلة هي، بابا كان رح يجوزني لأي حدا بيطلبني. لا يا بنتي أكيد لا، أنا ما كنت بسمح له. كرمال الله لا تتركيني لحالي، الله يخليكي يا أمي. رح تجي لعندي كل فترة مشان ما أبقى لحالي، وتجيبي معك رفيف. يا أمي دخيلك، لما بتعملي أكلة أنا بحبها ابقي خبيلي منها شوي وبعدين بجي لآكلها. المهم أنك ما تنسيني، واللعبة تبعيتي كمان لا تنسي الشمسية من وقت للتاني. ماشي؟ حنان خانم، انت تركتي زهرة وتخليتي عنا فوقة، وكانت طفلة صغيرة وقتها، وكذبتوا على ملك وقلتوا لأنه توفت. هالتصرف بتسميه حضرتك أمومة؟ وانت كنت بتقدري تاخدي قرار؟ جاوبيني على سؤالي. جابا كلهم بهالشنتهي، وفي كمان شوية أكل، وهدول حفوضات بكفوها لفترة منيحة. يلا حنان خلينا نمشي بقى. خلي الخانم ملك تطمن، رح ندير بالنا عليها، ما رح ينقصها أي شيء إن شاء الله، لا تشغل بالك. ملك ما عنده أي فكرة شو عم نعمل بنوب. نحن قلناها لأنه بنتها توفت. يلا حنان. ههه